دول اسمهم pronoun. يعني ايه اسمهم pronoun؟ اسمهم ضمائر. ضمائر لان انا محدده هو، انا اقصد شخص بعينه. شي انا اقصد بنت بعينها، بس ما قلتش اسمها. بدل ما اقول اسمها قلت شي، بدل ما اقول اسم ولد معين قلت هي، بدل ما اقول مثلا مريم قلت يو، بدل ما اقول مريم وسما قلت يو. ازيك يا ريم؟ يبقى كل اللي انا عملته ان انا عندي اشخاص معينين، بدل ما اقول اساميهم استخدمت الضمائر. طيب دي حاجة احنا عارفينها من واحنا بنتأسس في الانجليش. اكتشفنا بعد كده ان في حاجة اسمها indefinite pronoun، دي اسمها definite pronoun، ضمائر محددة. في حاجة اسمها indefinite pronoun، يعني ايه؟ ضمائر غير محددة، يعني انا بتكلم في العموم، ما حددتش الشخص بعينه او ما حددتش الشيء بعينه. الضمائر دي اسمها ايه؟ زي كلمة مثلا every body، لما الاقي كلمة body في الـ indefinite pronoun اعرف ان انا بتكلم عن شخص عاقل، انسان، اعرف ان انا بتكلم عن انسان. تساويها للحاجات الغير آدمية او اللي غير انسان ايه؟ every thing. الارض جاية معايا على النافي. every thing. يبقى لما الاقي في الـ indefinite pronoun كلمة thing، اعرف ان انا هتكلم عن حاجة غير آدمية او غير انسان، سواء اللي قبلها كان every some any no اي حاجة. اعرف الاول ابص على كلمة body وابص على كلمة thing. لقيت كلمة body انا بتكلم عن بني ادمين، بتكلم على انسان. لقيت كلمة thing انا بتكلم عن حاجة غير عاقل، انا بتكلم عن حاجة غير ايه؟ عاقل. عاقل. اول برافو عليك، اول حاجة في الـ indefinite pronoun او الضمائر الغير محددة هي everybody everything. everybody و everything اليوزز بتاعتها ايه؟ بستخدمها في ايه؟ ان انا اتكلم in general، اتكلم عن حد في العموم. يعني لما قلت she is nice هي لطيفة، everybody likes her. يعني ايه الجملة دي؟ البنت دي لطيفة، الناس كلها بتحبها. دي ترجمتها الحرفية بالعربي، البنت لطيفة الناس كلها بتحبها. هل انا خبطت على كل بيت وشقة شقة سألتهم انتوا بتحبوا البنت دي ولا لا؟ خبطت على الناس كلها او سألت الناس كلها قلت لهم انتوا بتحبوا البنت دي ولا لا؟ لا. يبقى انا بقول ايه؟ الناس كلها بتحبها in general، بتكلم in general، بتكلم في العموم، ان البنت دي فعلا لطيفة بدليل ان كل اللي يشوفها يحبها او كل اللي يشوفها يقول عليها انها لطيفة. لما بقى ده هنا انا قلت everybody لان اكيد اللي هيحبوا البنت بني ادمين. طيب لما ادخل محل بقى اقول ايه؟ every thing in the store is good. ادخل محل كده اشوف لي حتتين على الماليكان اقول اه ده كل حاجة في المحل ده حلوة. هل انا طلعت قطعة قطعة من المحل واتأكدت ان كانت حلوة ولا لأ؟ ها ولا لا، بتكلم أنا بقول لا. عموما. ايوه انا بتكلم في العموم. يبقى everything و everybody انا بتكلم فيهم في العموم، بتكلم في الايه؟
في العموم. everybody بتكلم عن الناس عامة، everything أنا بتكلم على الأشياء عامة. يبقى استخدام everybody واستخدام everything بيكون to talk in general، to talk in general علشان أتكلم في العموم، عشان أتكلم إيه؟ في العموم. لكن ليه هي indefinite pronoun؟ لأن أنا ما حددتش أشخاص بعينهم هم اللي بيحبوا البنت، ما حددتش حاجات معينة في المحل هي اللي حلوة، لا أنا قلت ده كل الناس بتحبها وكل حاجة في المحل حلوة، يبقى أنا ما مسكتش حتة حتة في المحل قيمتها وقلت دي حلوة ولا لا، وما مسكتش واحد واحد من الناس سألتهم أنت بتحب البنت ولا لا. أنا بتكلم in general، بتكلم in إيه؟ ها يا ولاد، جنرال ان جنرال ان تمام. جنرال يبقى لما أقول she is nice everybody likes her، الناس كلها بتحبها، everything in the store is good، أنا بتكلم in general. يبقى أول حاجة عندي في ال indefinite pronoun نكتبهم بس على جنب كده هي everybody everything. طيب قلنا ان الاثنين دول بستخدمهم لما اتكلم in general سواء على بني ادمين او على اشياء. في عندي حاجة تانية في ال indefinite pronoun اسمها ايه؟ some think، واحنا خدناها كتير وبنقولها كتير، و some nothing body، احنا هناخدهم واحدة واحدة بقى. something و some body، انا بستخدم something و somebody لايه؟ لما اكون بتكلم عن حاجه انا اللي اقصده بيهم، مثلا لو اشخاص، شخص، شخصين، بالكتير قوي ثلاثه، ولما اكون بتكلم على something حاجه، حاجتين، بالكتير قوي ثلاثه، ما بتكلمش في عدد كبير، ما بتكلمش في عدد كبير، بس في نفس الوقت انا ما اعرفش العدد، ما اعرفش الشيء، انا بتكلم على حاجه مجهوله بالنسبه لي. يعني لما تليفوني يرن اقول ايه؟ somebody on the phone، اكيد اللي بيتصل بيا ده بني ادم، لكن هل انا اعرف مين اللي بيتصل؟ لا. يبقى اقول في حد على التليفون، في حد على التليفون، يبقى انا متاكده ان في حد بني ادم هو اللي بيتصل بيا، لكن هو مجهول بالنسبة لي، indefinite، أنا مش عارفاه. لما الباب يخبط أقول إيه؟ somebody on the door، في حد على الباب، ممكن يكون اللي على الباب ده شخص، ممكن يكون شخصين، ممكن يكون ثلاثة، بس أكيد مش الشارع كله على الباب. لكن في نفس الوقت أنا لحد قبل ما أفتح الباب أنا ما أعرفش مين اللي على الباب، فبقول إيه؟ somebody on the door، يبقى في حد مجهول بالنسبة لي، indefinite، غير محدد، انا ما اعرفش هو مين، لكن انا متاكده انه بني ادم، متاكده انه ايه، انه بني ادم، وانه عدد مش كبير، وانه عدد ايه مش كبير. طيب لما تيجي اقول لك ايه، انا جبت لك حاجه وسايبها لك جوه، انا عامله لك مفاجاه مثلا، طبعا هتدخلي الاوضه هتلاقي مثلا هديه، هديتين، يبقى انت داخله الاوضه مش عارفه ان الاوضه متقفله، لا انا قلت لك انا سايبه لك حاجه في الاوضه، انا حتى بنقولها ايه، سبت لك حاجه، لكن انا ما عرفتكيش ايه هي، ايه هي الحاجه دي. يعني تعالوا نجيبها بقى في جمله نقولها ازاي. somebody on the phone، في حد على التليفون، انا عارفه ان اللي على التليفون بني ادم فاستخدمت كلمه بادي، لكن هل انا عارفه مين اللي على التليفون؟ لا. وفي نفس الوقت انا متاكده ان اكيد واحد اللي بيتصل بيا او اتنين قاعدين جنب بعض بيتصلوا بيا، عدد قليل لكن غير معروف، لا العدد كام ولا مين اللي على التليفون. نجيب جمله تانية، somebody برضو on the door،
في حد على الباب، ممكن يكون شخص، اتنين، تلاتة، انا ما اعرفش هما مين، لكن متأكدة انهم بني ادمين ومش عدد كبير. طيب I got you something، اشتريت لك حاجة. I got you something، أكيد ما اشتريتلكيش بني آدم، اشتريت حاجة. I got you something، أنا اشتريت لك حاجة. أو there is something in your room، في حاجة في أوضتك. يبقى أنا بستخدم somebody وبستخدم something علشان أتكلم على حاجة غير محددة بالنسبة لي، لكن أنا عارفة إن عددها قليل. غير محددة بالنسبة لي، لكن أنا متأكدة إن عددها إيه؟ ها؟ قليل. عددها إيه؟ عددها إيه يا أولاد؟ قليل. 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 يبقى لما أقول somebody on the door، أنا متأكدة إن كبيرهم أوي هيكون 3 4 أشخاص اللي على الباب، لكن هم ما زالوا مجهولين بالنسبة لي. لما أقول I got you something، أنا جبت لك حاجة. عارفين something تساوي إيه في العربي، في اللغة العامية بتاعتنا؟ البتاع. عارفين لما أقول لك إيه البتاع اللي أنت اشتريتيه؟ أهي كلمة البتاع اللي أنت اشتريتيه، كلمة البتاع اللي إحنا بنقولها عمال على بطال، تساويها في الإنجليش كلمة something، حاجة أنا مش فاكراها أو مجهولة بالنسبة لي، لكن أنا متأكدة إنها حاجة أو حاجتين بالكتير. تمام يا أولاد؟ في حاجة هنا مش مفهومة؟ ها؟ لا تتشر. تمام. تالت حاجة في الـ indefinite pronoun عندي هي any. في الـ indefinite pronoun هي any. anybody، خلاص أنا عرفت بقى لما أكتب كلمة body يبقى أقصد بني آدم. و anything، وثينج لغير الإنسان. طيب إني ليها استخدامين. إني الوحيدة في الإنديفينيت بروناون اللي بستخدمها بطريقتين، بستخدمها في السؤال وبستخدمها في النفي. طيب أنا عندي حاجة تانية اسمها nobody و no nothing، أو no thing أو nothing. طيب الاتنين دول نفي. الاتنين الأخرانيين دول إيه يا أولاد؟ نفي. anybody و anything و nobody و nothing، الاتنين نفي. الاتنين إيه؟ نفي. معايا يا أولاد؟ لا ما حضرتك. الأربعة، الأربعة دول نفي. الأربعة دول إيه؟ أفرق بينهم إزاي؟ لا أفرق بينهم إزاي؟ لو أنا جالي سؤال هستخدم إني. لو جالي سؤال وأنا مغمضة بستخدم إني. بستخدم إني في إيه؟ لما أسأل في حد هنا، إني معناها باللغة العامية في حد كسؤال. لما أقول مثلا Did you see anybody at school today؟ طبعا المفروض إن النهارده أجازة رسمي شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين، فالمفروض إن حد هيروح المدرسة بقى كل سنة وانتم طيبين. لا المفروض حضرتك إن طيب. المفروض ان احنا دلوقتي لو رحنا المدرسه ممكن نقابل حد؟ لا، المدرسه قافله اساسا. فانا اساله بقى، اسال واحد بقى ايه راح قال انا رحت المدرسه، فاقول له يا لهوي رحت المدرسه؟ Did you see anybody at school today؟ طب انت شفت اي حد، اي حد في المدرسه؟ يبقى anybody بستخدمها في السؤال عن الناس، بس اي حد من الناس انا مش محدده لك
شخص، انا مش محددة ايه، ها مش محددة شخص. يبقى لما يجي سؤال واستخدم فيه الـ indefinite pronoun، الضمائر الغير محددة ما بستخدمش الا اني، اني بادي لو بسأل على بني ادم. طيب انا رحت بقى قعدت معاكم في البيت كده وجعت بالليل بقى قبل السحور، فاقول لك ايه؟ do أيوة. you have anything in the kitchen؟ عندك أي حاجة في المطبخ صالحة للأكل؟ آه جعت أنا بقى بالليل، يبقى أنا استخدمت anything عشان أقول إيه؟ أي حاجة. أنا هنا قلت أي حد، هنا قلت أي حاجة. عندك أي حاجة في المطبخ؟ يبقى أنا استخدمت كلمة anybody أي حد في السؤال، واستخدمت كلمة anything لما أقول أي حاجة في السؤال. يبقى أنا بستخدم anybody و anything في السؤال، بستخدم anybody و anything في إيه؟ أنتوا سؤال واخدين المايكات ليه؟ في السؤال. حلو بسؤال برافو عليك. يبقى طالما جالي مثلا في الاختيارات indefinite pronoun ولقيت سؤال وانا مغمضة، استخدم anybody او anything. اذا كنت هستخدم anybody ولا anything ازاي؟ من معنى الجملة. من معنى ايه الجملة؟ يعني جملة. انا لما اقول لك did you see any، هقول anything at school today ولا anybody؟ هو انا لما اروح المدرسة هشوف بني ادمين ولا هشوف حاجات؟ هسألك على بني ادمين ولا هسألك عن حاجات؟ هسألك طبيعي على إنسان، زمايلك، مدرسين، الفراش، أي حد في المدرسة، يبقى هسألك على anybody. لكن لما أسألك على حاجة في المطبخ تتاكل، أكيد مش بني آدمين يعني، فهبقى أسألك بـ anything. طيب إحنا قلنا إن anything برضو ليها استخدامين، أدي أول استخدام anybody و anything بستخدمهم في السؤال، أي حد وأي حاجة، ده ترجمتهم بالعربي. استخدمهم في النفي ازاي؟ لو لقيت الجملة بتاعتي فيها not، لو لقيت الجملة بتاعتي فيها كلمة not، لو لقيت، بص انا بقولها تاني اهي، لو لقيت في الجملة بتاعتي كلمة not استخدم any، استخدم any. يعني إجابة السؤال ده لو قلت لك انا ما شفتش اي حد في المدرسة، ادي إجابة السؤال ده اهو، I didn't see anybody. أنا ما شفتش حد خالص. ليه استخدمت anybody؟ لأن لقيت not. لقيت إيه؟ not. لقيت not أستخدم any. لقيت not أستخدم إيه؟ any. تمام يا أولاد؟ اني إجابة السؤال تمام. ده Do you have anything in the kitchen؟ أهو I don't وأدي not have anything، ما عنديش حاجة خالص. لقيت كلمة not استخدمت any، لقيت كلمة not استخدمت إيه؟ any. يبقى any أني بستخدمها في السؤال وبستخدمها في النفي، بس مش أي نفي، لما ألاقي كلمة إيه؟ not، لما ألاقي كلمة إيه؟ not. طب ثواني، نعم. لو أنا فعلا شفت حد في المدرسة هقول إيه؟ Did you see anybody at the school today؟ طب لو أنا فعلا شفت حد في المدرسة أقول إيه؟ I saw somebody، أنا شفت حد لكن أنا معرفش هو مين. لو أنا شفت حد أعرفه هقول I saw أحمد، اه ده انا اعرفه، لكن لو شفت حد انا ما اعرفوش، واحد انا ما اعرفوش، هقول ايه؟ I saw somebody. طيب لو اجبت بالنفي انا ما شفتش حد في المدرسة، I didn't see anybody، يبقى استخدمت any عشان لقيت don't. تعالوا نجاوب على السؤال ده مرة بالنفي ومرة بالإجابة. Do you have anything in the kitchen؟
عندك اي حاجه في المطبخ، لو عندي فعلا حاجه تتاكل في المطبخ اقول ايه؟ I have something، انا عندي حاجه تتاكل، ما حددتلكش ايه هي. I have something in the kitchen، انا عندي حاجه في المطبخ، لكن ما حددتش ايه نوع الاكل، ما حددتش نوع الايه الاكل. لكن لو ما عنديش حاجه خالص هقول له ايه؟ I don't، ولقيت كلمه not have anything. يبقى any مهمه، بستخدمها في حالتين، حاله السؤال وحاله اجابه النفي، النفي اللي فيها not. تاني يا اولاد، anybody anything بستخدمها في السؤال وفي إجابة السؤال لو فيها نوت، لو فيها إيه؟ نوت، إجابة السؤال النفي لو فيها نوت. في أي حاجة هنا مش مفهومة؟ لا تيتشر، تمام؟ لا تمام. عرفت إني بستخدمها في السؤال سواء anybody أو anything، ولا بستخدمها في الإجابة لما ألاقي كلمة نوت، لما ألاقي كلمة إيه؟ نوت. نو طيب نو قلنا من شوية إن nobody و anybody الاتنين نفي، صح ولا لأ؟ وعرفنا إن صح. أنا بستخدم anybody لو لقيت كلمة not في الإجابة، أستخدم anybody و anything لو لقيت كلمة not في الإجابة. طب لو الجملة عندي نفي بس ما فيهاش not، إزاي دي؟ ينفع أقول على جملة نفي من غير ما يكون فيها not؟ اه، لو استخدمت nobody او nothing، يبقى nobody و nothing هما نفي اه، لكن جملتهم ما فيهاش not. جملتهم ما فيهاش ايه؟ not. ليه جملتهم ما نوت فيهاش not؟ نو لانهم عندهم no، ما ينفعش اتنين نفي في جملة واحدة. في قاعدة حتى في العربي بتقول ايه؟ نفي النفي تأكيد، لما أنفي مرتين يبقى أنا بأكد الكلام صح، يبقى أنا كده ما نفتش خالص. يبقى أنا عندي كلمة نو وعندي كلمة نو، يبقى مستحيل جملتهم يكون فيها نوت، جملتهم نفي لكن ما فيهاش إيه؟ نوت. ده الفرق ما بينهم وما بين إني. يبقى أنا لما ألاقي في الجملة كلمة نوت أستخدم إني بادي أو إني ثينج. ما لقيتش كلمة not ولقيت ان الجملة معناها نفي، استخدم nothing واستخدم nobody. ازاي؟ لما اقول he is rude، he is rude، هو وقح، الولد ده وقح، nobody likes him. انا هنا بقول ايه؟ الولد وقح، الولد ده قليل أدب، محدش بيحبه. هي نو بادي دي أنا بقول الناس بتحبه ولا بنفي إن الناس بتحبه؟ ها، أنا هنا الجملة دي نفي ولا إثبات؟ ها يا ولاد، نفي نفي نفي. أنا بقول إن نفي محدش بيحبه، حتى معناها بالعربي بقول إيه؟ محدش بيحبه. في أي نفي في الجملة هنا؟ في أي نط في الجملة هنا؟ لا لا لا، لكن أنا عندي كلمة nobody. nobody هنا ادتني النفي، ادتني إيه؟ النفي، نفي برغم إن نفي مفيش كلمة نفي نط، برغم إن مفيش كلمة إيه؟ نط نط. آه، نط طب لما أقول مثلا there is nothing here، مفيش أي حاجة هنا، الجملة دي أنا بقول إن في حاجة ولا بنفي؟ بقول إن مفيش حاجة هنا. ها، بقول إن بقول مفيش، إن مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا، يبقى الجملة دي نفي ولا إثبات؟ ها، الجملة دي نفي. طب إثبات إزاي نفي نفي؟ آه، إزاي نفي وهي مفيهاش نط؟ إزاي نفي وهي مفيهاش نط؟ ما هي فيها نو. يبقى أنا الفرق ما بين nothing و nobody و anything و anybody، الأربع كلمات بيدلوا على النفي.
الاربع كلمات بيدلوا ايه؟ على النفي. لكن anybody وanything جملة عادية خالص فيها not، جملة عادية خالص فيها ايه؟ not. نوت. عرفت الجملة نفي فاستخدمت anybody وanything لما لقيت كلمة not. كلمة nobody وnothing جملة نفي برضو بس ما فيهاش كلمة not، جملة نفي برضو بس ما فيهاش كلمة ايه؟ not. وصلت يا ولاد؟ ها في اي حد مش فاهم اي حاجه في الانديفينيت بروناون؟ لا لا. تيتشر. بيجوا ازاي؟ بيجوا تشوز. الانديفينيت بروناون لازم ولابد هتلاقوا عليها سؤال تشوز في الامتحان. يبقى لما بحب اتكلم ان جنرال هقول everybody او everything. لما اكون بتكلم على عدد من الناس، العدد مجهول والناس مجهوله، انا ما اعرفش مين الناس دي والعدد بتاعهم قليل لكن انا برضو ما اعرفش العدد ده كام، هقول something و somebody. لما اكون عايز انفي هستخدم يا anything يا anybody يا nobody يا nothing. الفرق ما بينهم ايه؟ لقيت كلمة not هستخدم anybody او anything، ما لقيتش كلمة not وقريت الجملة فهمت انها نفي هستخدم nobody و nothing، لقيت سؤال هستخدم anything anybody وانا مغمضة. تمام يا ولاد؟ طيب اخر تمام. حته، اخر حته في اللانجوج او الجرامر بتاع اليونت ده هي اتفه جزء في اي جرامر في الدنيا. ايه هي؟ كلمه تو. تو دي يا ولاد لازم يجي بعدها فيرب ساده، لازم يجي بعدها فيرب في المصدر، لازم يجي بعدها فيرب في المصدر. وانا مغمضة يجي بعدها فيرب في الايه؟ في المصدر. في طب المصدر انا بستخدمها في ايه؟ تساوي كلمة because. يعني بتديني ايه؟ بتديني purpose، بتديني سبب. مثلا I eat food، أنا باكل الأكل to live. to هنا معناها إيه؟ عشان. to هنا معناها إيه؟ لكي. يبقى to معناها إيه يا عشان ولاد؟ آه عشان أو لكي. لازم لازم يجي بعدها فيرب سادة، لازم يجي بعدها فيرب إيه؟ سادة. مثلا نقول جملة تانية، آه he plays، وانا حطيت الاس بتاعت البريزنت سيمبل اهو، هي بلايز مثلا فوتبول تو جيت فيت، جيت فيت عشان جسمه يبقى رياضي. تو جيت فيت، جيت هنا فيرب في المصدر، فيرب في الايه؟ في الانفينيتيف من غير اي زيادات. معنى تو هنا ايه؟ لكي او عشان. لكي او ايه؟ عشان. لما اقول مثلا he عشان برافو goes to school، هي بتروح المدرسة. تو تاني اه هنا معناها الى، هنا حرف جر معناها الى، هي تذهب إلى المدرسة. She goes to school. وسكول اللي جاب بعدها هنا ناون، عشان كده ده اسم مجرور زي ما احنا بنقول عليه في العربي. يبقى ده حرف جر، لكن دي هنا اسمها إيه؟ لكي. To learn. يبقى لما يجي بعدها فيرب سادة، فيرب سادة في الانفينيتيف، يبقى معناها لكي أو عشان. يبقى she goes to school، هي بتروح المدرسة to learn عشان تتعلم أو لكي تتعلم. يبقى خدنا بس إن يا to عمال، هو اللي فوقها دي اللي هي تو جيت اف بي fit ولا اف ار؟ fit fit شكرا. fit يعني يكون جسمه رشيق أو متناسق. to get fit عشان يحصل
على جسم رشيق، هو بيلعب كرة القدم لكي أو عشان يحصل على جسم رشيق، فت على جسم متناسق أو على جسم رشيق. تمام؟ تمام يا أولاد؟ تمام. تمام. يبقى كلمة تو معناها لكي، كلمة تو معناها إيه؟ لكي. بتيجي لكي أو بعدها، عشان. أيوه بيجي بعدها فيرب سادة، بيجي بعدها فيرب في الانفينيتيف من غير أي زيادات، بستخدمها في إيه؟ to give a purpose. to give a purpose يعني إيه؟ عشان تديني سبب. تديني إيه؟ سبب. سبب في أي سبب حاجة في اللي إحنا قلناه ده مش مفهوم؟ لا لا يا مفيش. مش لا تمام. تمام تعالوا نشوف إيه الكلمات اللي موجودة عندنا في اليونت ده عشان تتحفظ. تيجي. ممكن حضرتك تعمل زي ما الفرشة تبعتها لنا فويس عشان حتى تبقى معانا دايما. حاضر، مفيش مشكلة. والله أنا امبارح كان عندي 4 حصص، وكله ورا بعض ورا بعض، فما لحقتش ابعت لكم الفويس امبارح. مفيش مشكلة، حاضر. لا عينيا. يعني أنا بتكلم ما نقرأهاش في السيشن وحضرتك تقرأها لنا بره بس. طب انا ممكن اقراها لكم في السيشن وابعت لكم فويس بيها تاني، مفيش اي مشكله. ايه رايكم؟ بحيث أوكي ان احنا نراجع على معانيها. طيب اخد لكم بس ليها ايه صوره علشان اللي معهوش كتاب الملحق. بس الواجبات يا جماعه، الواجبات مهمه جدا، عشان الواجبات دي هي اللي على اساسها هنعرف مين واقع معاه حاجة، مين حل حاجة غلط.